نتحول إلى السؤال الآخر. سؤال آخر نفس الفكرة، بس يعني ما عندي هنا، أنا ما عندي سد، هنا أنا عندي هذا يعني أنبوب أو وعاء وبي خزان بي ووتر، وهذا الووتر دا يخرج من هذا الأنبوب. إيش مطيني هنا؟ قايل الدايميتر مال هذا الأنبوب، قايل لك هو 300 مليمتر، 300 مليمتر الدايميتر مال هذا الأنبوب. إيش قايل لك أيضا؟ قايل لك if the flow rate of in pipe shown، يعني الفلو ريت اللي عندي في هذا الشكل، اذا عندي التصريف قايل لك هو 0.6 متر مكعب بير سكند. اوجد قيمه الاتش، اوجد الارتفاع، اوجد الارتفاع. يعني هناك انا في ذاك السؤال مطيك الدايمتر كان بالمخرج، ومطيك السرعه، ومطيك الارتفاع، اوجد الطاقه قايل لك هنا، او طاقه التوربين. هنا نشوف هنا يعني الموضوع يختلف. هنا انا عندي توربين طلاب، هسه هذا الشكل اكو توربين بي مثلا، ما بي توربين. عندي مضخه، ما عندي مضخه. هنا اجي نفس هاي المعادله احطها، بس انا هنا لا عندي بام ولا عندي توربين ولا عندي لوسز، راح تبقى عندي تصفى عندي المعادله هي هذه، هذه المعادله اللي راح تصفى عندي. زين اجي اباوع، مطيني التصريف الكيو منه من النقطة 2، ايضا باعوا نقطة 1 حطيتها والنقطة 2، دائما نقطة 1 نقطة 2، تصريف كيو عندي، دايمتر عندي، اذا عندي اريا اقدر اطلع الفيلوسيتي بالثانية. لو ما اقدر اطلعها طلاب ممكن ما اذا مطيك الكيو عندك والدايمي اريا عندك، طلعت الفي 2، الفي 2 استخرجتها، الفي 2 استخرجتها. هسه اجي اطبق المعادله مالتي، بي 1 اوفر جاما زائد في 1 سكوير على 2 جي زائد زت 1 يساوي لك البي 2 جاما في 2 سكوير 2 جي زائد زت 2. الزت 1 شو تمثل لك؟ الزت 1 شو تمثل طلاب؟ هاي الاتش. بالتالي ان زت 1 تمثل قيمه الارتفاع او الاتش. قلنا ما دام مفتوحه هذا الخزان مفتوح للجو، البي 1 تاخذه صفر، الفي 1 ناخذه صفر، يعني وكانما سطح البحيره ده انا احسبه. فبالتالي البي 1 صفر، الفي 1 صفر، البي 2 هنا مفتوح لو ما مفتوح هذا الانبوب للجو، هاي النقطه مفتوح، فبالتالي ايضا البي 2 تاخذه صفر، ال V2 معلوم لو ما معلوم طلاب، احنا استخرجناه لو ما استخرجناه من خلال قيمة ال QD اللي عندي. فبالتالي اني ال V2 معلوم عندي، Z2 شوف هسه قالت البنية هسه قبل شوية، هذا Z1 وهاي Z2، هنا شنو Z2 طلاب؟ صفر. او هذا الريفرنس مالتي راح يكون Z2 راح يساوي صفر. فبالتالي شنو فقط اللي بقى عندي مجهول؟ ال V2 معلوم، ال 2G معلوم، فقط اللي قيمة ال Z1 اللي هي مجهولة راح تكون عندي. فبالتالي قيمة ال Z1 راح تطلع لي، اجي انا قسمنا هنا، تطلع لك 3.67 متر اللي هي تمثل لك قيمة الهيد او الارتفاع. شوف هذا السؤال شنو اللي بيه؟ ايضا هذا شوفوا ايضا خزان هنا أنا عندي، ايش قايل لك؟ Calculate the rate of flow through this pipeline shown in figure and the pressure A B C D. شوف يريد الفلو ريت اللي منه دا يخرج، وشنو الضغط في النقاط A والبي والسي والدي، يعني تحسب الفلو ريت وتحسب شنو وتحسب لي الضغوط في كل نقطة من النقاط. هسه تقول لي هنا شلون دا يصير فلو، يعني هذا هسه مستوى المي يعني اعلى عادي، واذا شايفين مثلا الخزان احنا نجي نجيب السحاحه او يعني هذا مال النفط، نجي نسحب شويه هنا فقط اخذ هذا المستوى هنا راسا يقوم يستمر الجريان بال يعني بالانبوب يستمر الجريان. نجي نباوع هسه هنا شنو اللي اريده؟ انا اريد كيو، شلون ابلش حتى هنا؟ منين ابلش؟ اجي نفس الشيء ايضا معادله، نقطة واحد، شوف انتبه، نقطة واحد، نقطة اثنين، نقطة واحد، نقطة اثنين. جينا المعادلة مالتنا ايضا، لا عندي لا بام ولا عندي توربين. حطيت هاي المعادلة مالتي، حطيت هذه المعادلة مالتي، نجي للنقطة 1،
الضغط شو يكون؟ مفتوح هذا للضغط الجوي، إذن P1 صفر. ال V1 نفس الشيء أيضا، هذا راح يكون صفر. Z1 يساوي لك P2، هنا مفتوح لو ما مفتوح للضغط الجوي طلاب، أيضا شنو نهاية أنبوب أيضا راح يكون شنو مفتوح، فبالتالي P2 over gamma أيضا هاي راح نأخذها صفر. ال V2 أنا أريدها هنا، ال V2 هي المطلوبة على 2G. نجي Z1 ايش قد قيمتها طلاب؟ هاي مستوى هذا كله، شوف هسه هذا الريفرنس مالتي راح يكون بهذا المكان، الريفرنس مالتي Z1 ايش قد قيمته؟ Z1 6، Z1 راح يكون 6. زين Z2 مسافة عن الريفرنس منا ايش قد راح تكون؟ 2.4. فبالتالي اجي اعوض اني بهذه المعادله مالتي، قيمه Z1 هي 6، ال V2 انا اريدها، ال V2 انا اريدها على في 2G زائد Z2 اللي هي قلنا 2.4. بالتالي هذه القيم فقط ال V2 هي المجهوله، تطلع لي قيمه ال V2 8.4 متر بير سكند، طلعت ال V من هنا. زين الدايمتر عندي مال الفتحة، نعم هو قايل لك 50 مليمتر، اذا دايمتر عندك وال V2 معلومة عندك، شنو اطلع طلاب؟ لا اطلع تصريف ال Q اللي هي جاي من ال V في قيمة ال A، جيت استخرجت ال Q V2 في قيمة ال A، فبالتالي 8.4 السرعة اللي عندي في قيمة الاريا مالتي، طلع عندي التصريف 0.0156، طلعت قيمة التصريف بهاي النقطة 2. زين التصريف بنقطة رقم 2 هو نفس التصريف بالكيو بالاي لو غيره طلاب؟ هاي الصوندة شوفها، هي وكأنما صوندة او انبوب عبارة عن دايمتر مالته واحد، يعني نفس الدايمتر اللي هو ايش قد مقداره 150، يعني نفس الانبوب، نفس الانبوب، هذا نفس الانبوب. زين فبالتالي هذا دايمتر قليل مالته مطيك اياه 50، بس هذا الدايمتر مالته 150. زين التصريف انا قلت هذا هنا نفسيته، نفس التصريف. زين انا الدايمتر عندي معلوم اللي هو 150. زين دايمتر معلوم، التصريف طلعته انا نفسه منه، بالتالي اقدر اجد السرعه بالاي لو ما اقدر طلاب؟ عندك مساحة وعندك تصريف، فبالتالي تقدر تجد السرعة في الـ A. سؤال السرعة بالـ A مالت الفلو بالـ A هي نفس السرعة في الـ B لو تختلف؟ هي نفس السرعة في الـ C لو تختلف طلاب؟ يعني السرعة بالـ A تساوي لك السرعة في الـ B، وتساوي السرعة وين؟ في الـ C، وتساوي السرعة في الـ D. بالتالي أنا إذا السرعة كلها تكون متساوية، أنا وجدت السرعة بالـ A، دايمتر عندي، دايمتر عندي 150، والتصريف عندي أنا يعني قلنا نفس التصريف مال هاي النقطة رقم 2، فبالتالي وجدت السرعة في قيمة أي قيمتها طلعت 0.93 متر بير سكند. بالتالي أنا يعني ما دام السرعة بأي معلومة، إذا السرعة في أي في البي في السي هي نفسها. هسه أنا أريد الضغط، أنا أريد الضغط في النقطة رقم أي، في النقطة أي. أجي أطبق المعادلة مالت برنولي، اجي اطبق المعادله مال البرنولي، بس بين من وبين من؟ بين النقطه رقم 1 والاي. بعدين اريد الضغط في بي، اطبق المعادله مالتي بين النقطه رقم 1 والبي. السي اجي اطبقها بين النقطه رقم 1 والسي، خلينا نشوف شلون. الواحد للاي، هسه نجي الواحد والاي. نجي نطبق المعادله مال البرنولي، البي 1 قلنا مفتوحه اذا صفر، الفي 1 ايضا مفتوحه للي. قلنا هنا سطح بحيرة إذا صفر، زائد Z1 بالنسبة للـ A، Z1 ايش قد هسه هنا؟ Z1 واضحة طلاب 6 متر، زائد تساوي الـ P في الـ A، قلت لكم قبل شوية هذه الـ P في الـ A أنا أريدها هسه، هاي ما مفتوحة للجو، يعني ما أقدر أقول هاي لو مفتوحة أقول والله تهم صفر، بس هنا أنا ما مفتوحة للجو، فبالتالي أنا أريد الضغط عند النقطة رقم A أوفر جاما، زائد السرعة عند النقطة رقم A، عند السرعة عند A
تربيع على 2 جي زائد الزد بالاي. الزد بالاي ايش قد هسه احنا يساوي؟ واضحه صفر. زد بالاي صفر. شنو بقى عندي مجهول طلاب؟ شنو المجهول اللي بقى؟ بالضبط فقط الضغط راح يكون عندي مجهول. القامة معلومة، القامة عندي معلومة، فاجا طبقنا المعادلة مالتنا، فقط راح يكون الضغط هو اللي مجهول، الضغط في النقطة A. زين نجي طلعتها A، هسه خل اشوف الضغط بالنقطة B شلون؟ الضغط بالB شلون اطلعه؟ نفس الطريقة، أيضا برنولي، هسه أنا من يقول لي أيضا البي صفر، الجاما العفو البي 1 صفر، الفي 1 صفر، الزد 1 ايش قد عندنا هسه الزد 1 طلاب؟ هنا قلنا 6 متر. زين بالبي بالبي من اجي اعوض نفس الشيء 6 هنا، الزد بالبي الزد بالبي راح يكون ايش قد؟ 6 راح يكون 6 هذا، فبالتالي الزد في البي راح يكون 6، الزد في النقطة 1 6 والزد في البي راح يكون 6. إذا ضغط البي بي على جاما زائد السرعة في البي أنا عندي على ال 2 جي على ال 2 جي، فبالتالي أنا الفي بي معلوم كلها معلومة، فقط ضغط البي راح يكون مجهول. هسه أجي ويا السي، هسه أجي ويا السي أيضا نفس الشيء بين الواحد تاخذ وشنو والسي. زين من اجي اباوع بين الواحد والسي قلنا هسه بالنسبه لهذه كل القيم معلومه، هاي البي 1 صفر، الفي 1 راح تكون صفر، الزد 1 راح يكون 6. بالنسبه للسي شنو راح تكون هسه القيم طلاب؟ البي سي انت تريده، الفي سي معلومه، الزد للسي ايش راح يكون طلاب؟ الزد للسي بالضبط 6 بوينت السي هاي، بالتالي 6.15 يعني 6 متر. ضفنا لها شنو؟ ضفنا لها هذا الجزء، ضفت لها هذا الجزء، فبالتالي ايضا راح تكون فقط البي سي معلومه. هسه بالنسبه للنقطه رقم دي ايضا نفس الكلام مالتي، ما مفارقه، انا ما حليت لكم اياها هنا، انتم حطوها يعني تم تاخذ بين الواحد وبين النقطه دي، بين الواحد وبين الدي. ايضا الزت مالتها ايش راح تكون؟ راح تكون هي المسافه من هنا الى هنا اللي هو 2.4. يعني اصور سؤال ايضا يعني فكره بسيطه، فقط تطبيق ايضا تطبيق مباشر للقانون. هذا بايب هنا انا عندي طلاب بايب مقطع مختلف، هذا المقطع الاول وهذا هو المقطع الثاني. مطيك الدايمتر الاول قايل لك 300 ملم 300 ملم، والسرعه الاولى هي 6 متر بير سكند، 6 متر بير سكند. ايش قايل هنا؟ ووتر فلو ان ذا بايب لاين از شون، كالكوليت ذا ريكوايرد دايمتر، هنا الدي يريد الريكوايرد، ايش قد الدايمتر هنا بهذا الجزء؟ ريكوايرد دايمتر فور ذا تو جيجز تو ريد ذا سيم. قايل هنا انا عندي جيج بريشر، وهنا انا عندي جيج بريشر. قايل لك ايش قد القطر اللي نحطه بهذا المكان، اوجد القطر اللي دايمتر اللي نحطه بهذا المكان حتى يقرا الضغط هنا، يقرا نفس الضغط بهاي النقطه. الضغط من النقطه هنا يقرا لي نفس الضغط في هذه النقطه. مطيك المسافه بين التو جيج، مطيك اياها هي قايل لك 3 متر، 3 متر. فبالتالي احنا قلت لكم دائما ناخذ هاي النقطه رقم 1 وهذه النقطه رقم 2 بهذا الانبوب. هو قايل لك يعني ايش وقت ايش قد الدايمتر اللي نحطه، ايش قد مقداره حتى الضغط يكون متساوي بهاي النقطة وهاي النقطة. إذا هو مطيك الريفرنس مالتك، هو مطيك قايل لك البي 1 يساوي لك قيمة البي 2، هذه أول جزء كون تعرفه. بالتالي بي 1 أوفر جاما بين النقطتين هذني زائد بي 1 سكوير 2 جي زائد زد 1 بي 2 أوفر جاما في 2 سكوير 2 جي زائد زد 2. نجي هسه نباوع على هاي المعادلة. ما دام قايل لك ضغط هاي النقطة هو نفس ضغط هاي النقطة، فبالتالي أنا أشيل هذا الضغط وهذا الضغط. ليش؟ لأنه متساوي. لأنه شنو؟ متساوي. الـ V1 معلوم، نعم، من طمطك يا بالسؤال هو 6 متر بير سكند، فبالتالي الـ V1 راح يكون معلوم.
الزد 1 بين هاي النقطتين معلوم، نعم ايش قد قيمته؟ 3 متر. إذن الفي 1 معلوم، الزد 1 معلوم، الفي 2 معلوم، لا انا اريده الفي 2 انا اريده، الزد 2 هو تحسب هذا الريفرنس مالتك، فبالتالي راح يكون الزد 2 يساوي لك 0، الزد 2 يساوي 0. اجي اطبق المعادله، بالتالي فقط قيمه الفي 2 هي راح تكون مجهوله، فبالتالي استخرج قيمه الفي 2 طلعت 9.74 متر بير سكند. انا استخرجت قيمه الفي هنا، انا مستخرجتها. زين اطلع قيمه الكيو منه، لان هو نفس الكيو، الفي هنا عندي والدايمتر عندي، اقدر استخرج كيو؟ نعم اقدر استخرج الكيو، فبالتالي استخرج الكيو منه، لان كيو 1 يساوي لك كيو 2، فبالتالي الفي 1 في قيمه الاي 1 يساوي لك الفي 2 في قيمه الاي 2. اذا الكيو الاولى هي معلومه، في 1 في قيمه الدايمتر، الفي 2 انا استخرجته من معادله برنولي، بقى المجهول فقط شنو قيمة الـ A2. الـ A2 هنا هو جاي منين؟ الـ A2 هو جاي باي اوفر 4 في الـ D2 سكوير، فبالتالي الاريا هي راح تكون معلومة عندي، والـ باي اوفر 4 معاليم، فقط قيمة الـ D2 هي راح تكون مجهولة اللي هي يطالبها من عندي بالسؤال، فبالتالي استخرج قيمة الـ D2 وجدها، طلعت لي 235 مليمتر. أيضا سؤال يعني بسيط بس يعني شوية بفكرة.